مطبخ من الله كتب خير. فنجرب ان كان زان لي ذا اليوم. امي تابع انا حتى اخوه شيء امي تابع ذا اليوم. رساله لامك. والله انا افضلت عندي مطبخ. قالت لا تحرق الزاد. والله ما قصرت يا استاذ. والله عوض قدر المستطاع. والله انا مدربتني قبل اجي ازيد رصيدك 300. الف مبروك باذن الله. للي فازوا معنا اليوم بالمطبخ وحصلوا على 1000 ريال. 9000 نقص منها 500. هذول روح السجن كذا امسك يدين وروح. علي واليابس هي راضين عن طبختكم؟ اي والله. والله؟ اي والله. ألف مبروك لعلي ومحمد. مبروك يا فايز.